السلام عليكم. في حملته الانتخابية قال ان مخلوف البومباردي الكثير من الوعود، لكن لما تسلم رئاسة البلدية طبعا اتضح انه هذه الوعود لا علاقة لها بالواقع. الميزانية ومدير الميزانية فضحنا باللي مخلوف البومباردي كان يجيب بينا في الوقت. نتفكر جميع باللي الرئيس سبون خلال حملته الانتخابية أعطانا وعود أسطورية مصدورية، من بينها وعده الشهير بأنه الناتج الداخلي الخام للجزائر راح يولي، واسمعوا مليح، راح يولي 400 مليار دولار، قالها في قسنطينة وعاودها إشحال من مرة. بالعمل والبرنامج لنا مسطرينه دخل قومي تاع البلاد يطلع ل 400 مليار دولار ان شاء الله، ونصبحوا دوله ناشئه ما نبقوش في الحاله اللي انا فيها. طبعا هذا الوعد مستحيل يتحقق اقتصاديا، لكن عمي بابا نويل عمي الرئيس سبون ما يستعرفش بكلمه مستحيل، قال باللي قادر يديره وراح يقلب البلاد عن بكره ابيها في مشهد مانيش عارف اذا تفكرتوا وين شفناه من قبل. ورانا ان شاء الله باه نخدموا لكم الطرق وندور لكم الضوء ونحفروا لكم السوندات، الفايده نردوها لكم جنه. طبعا احنا يا كيفاش نقدروا نتحققوا هل كلام الرئيس مؤسس علمي ولا لا؟ عندنا طريقة واحدة، أنه نسمع لمداخلات وزير المالية في البرلمان. هذا الوزير لما راح للبرلمان ما جابش معاه الوعود المصدورية نتاع الرئيس، لما راح للبرلمان اقلب الفيستا وخرج لنا فيها درة جديدة. هادو قليل. واش يقول؟ هادو قليل. قليل. على الأقل. أنتي سقيرة عطيناك دراهم سقيرين. هذاك هو. يا ولدي ما هوش هاد الفيديو. جيب لنا فيديو الوزير الفايد، ربي يفيده ويفيدنا معاه. إن الاستجابة لطلبات كل القطاعات فيما يخص تسجيل اعتمادات المعبر عنها كانت قد تؤدي إلى تفاقم وضع المالية العمومية، حيث بالمقارنة مع الاعتمادات المتوقعة في سنة 2025 ستسجل الرصيد الإجمالي للخزينة 32% بدلا ب 24% في الناتج الداخلي الخام. الوزير قال لهم ما عدناش دراهم تكفينا، رانا في آخر الشهر والحالة مزيرة وراكم تعرفوا الأمور ما هيش مريقلة. يطيب وعود تبون، شوفوا مع تبون انا خاطيني انا ما وعدتش، الرئيس وعد وهو اللي حقق، اما انا راني نقول لكم باللي الدراهم ما يكفوناش. والله يا خويا غير ساعات تبالك بانه الرئيس تبون من الامريكان عنده ملايير يصرف فيهم، بينما الحكومه من الصومال قاعده تطلب مسكينه على باب جامع. يا سيدي ما عندكمش الدراهم نتاع الشعب، اوكي فهمناه، على الاقل عندكم دراهم نتاع الاستثمارات اللي وعدنا بهم الرئيس تبون. اما فيما يخص العنوان الثالث الا وهو نفقات الاستثمار، وتقدر الاعتمادات المخصصه لسنه 2025 لنفقات الاستثمار ب 2207 مليار دينار جزائري كرخص الالتزام، و 3128 مليار دينار جزائري كاعتمادات الدفع، ممثله على التوالي 13.9% من مجموع الاعتمادات ميزانية الدولة لسنة 2025. وزير المالية في حكومة هاشتكنا وباشتكنا يا ريس قال لكم نسبة الاستثمار من الميزانية هي 13.9%، كيف راح نولوا قوة عظمى بهذه النسبة التافهة؟ كيف راح نقلبوا البلاد بهذا المبلغ اللي ما يكفيناش نشريو حبات حلوى؟
الرئيس على حساب الشوفة حب يشري فيراري بألف فرنك، وهذا طبعا أمر مستحيل. طيب إذا كان الاستثمار اللي وعدنا به الرئيس هذه نسبته القليلة، السؤال وين راحت دراهمنا؟ فتقدر الكتلة أجور كل الموظفين في سنة 2025 5843 مليار دينار جزائري، بما فيها كتلة أجور المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري بمبلغ 1276 مليار دينار جزائري، وهو ما يمثل 43.79% من ميزانية الدولة. يعني قريب من نص الميزانية رايح للأجور، وفوق هذا نسبة 35% رايحة للتحويلات والإعانات الاجتماعية. باش تعرفوا نسبة الاستثمار مقارنة بنسبة المال الذي يصرف في الرواتب ويصرف في الإعانات الاجتماعية، راني خدمتها لكم على شكل صورة، شوفوها بعينيكم. خلي لي الصورة ماذا بيك. شفتوا هذاك العمود الصغير؟ هذاك العمود الصغير هو النسبة المخصصة للاستثمارات، وشفتوا هذاك العمود الكبير هو النسبة الأكبر من الميزانية اللي مخصصة للرواتب والإعانات الاجتماعية. تشفوا وش قالنا الرئيس من قبل؟ قالنا الراجل يتعلق من لسانه. وراني شاد في كلامي، لأن احنا نقوله الراجل يتعلق من لسانه. الرئيس اللي قال لنا بأنه يتعلق من لسانه وعدنا باستثمارات كبرى هو نفس الرئيس اللي لما دار ميزانية نتاع الدولة دار 78% منها على الأقل موجه لشراء السلم الاجتماعي، موجه للرواتب وأيضا للإعانات الاجتماعية اللي ما يستفيدش منها في الحقيقة الفقير، وإنما يستفيد منها أكثر الأغنياء، لأن هذه الإعانات الاجتماعية تشمل دعم المواد الغذائية الأساسية وأيضا دعم الوقود ودعم البنزين ومختلف المواد اللي يشروها الأغنياء أكثر من الفقراء. كما شفنا أقوال الرئيس تناقض الأفعال تاعو، كلام الرئيس خدايمو خارج عليه طريق. وفي الحقيقة التناقض بين الكلام والفعل عنده اسم في اللغة العربية، لكن أنا نحشم ما نقولوش، لكن ما راحش نخليه في قلبي. بهذه المناسبة السعيدة كاين شخص واحد يقدر يبلغ الرسالة اللي حابين نقولوها لرئيسنا العزيز عبد المجيد تبون، وهذا الشخص هو فناننا العظيم مخلوف البومباردي. رزق بيك شن هي؟ ها؟ تخشش ولا وعد؟ هذا هو ما تقول. ما ميرت عليك هيا دابرك بمولاها في هذا الأميري هذي.